اليوم رانا درنا اتفاقيه تاع هذه الطياف، هذا راه سيت نوتي يعني وسيله اوبيراسيونيل اللي باش نقربوا البلدان الافريقيه اللي كانوا يستوردوا المواد الافريقيه من اوروبا. وحنا رانا بالغرفه التجاره والصناعه رانا نسعاو مع المنخرطين اللي معنا باش نقربوا البلدان لي زوبيراتور ايكونوميك تاع الافريقيه، وبالاخص حنا نحوسوا نديروا ليكسبورتاسيون في بعض البلدان اللي يحبوا المنتوج الجزائري، بالاخص كما تكلمنا على انفراستركتور دو باز راهي كاينه طرق والسلك الحديديه وكاين الميناء والحمد لله. هذا كل شفنا المتعاملين الاقتصاديين تاع الافريقيه يقولوا لنا باللي رانا نشوفوا الجزائر كلوكوموتيف، يعني هي اللي تطلع الاقتصاد الافريقي. والحمد لله هذا الحين الجزائر راح تنظم الاطياف 2025، هذه راح يوصلنا حتى 2000 اكثر من 2000 متعامل يعني اقتصادي راح نديروا اكسبوزيسيون 130 بلد. وكما قال الوزير ممكن احنا نفوتوا 47 مليار دولار اتفاقيه في ضمن المعرض. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.